السلام عليكم. لو انا عايز اضيف ماتيريال جوه برنامج الريفت، فانا قدامي حل من اتنين. الماتيريال دي لما احطها في فولدر من الفولدرات اللي فيها الماتيريال اللي متعرفه في قلب البرنامج، او العكس ان انا اعمل الفولدر اللي فيه الماتيريال ديت اعرفه جوه الريفت. يعني هو في 3 4 فولدرات متعرفين جوه البرنامج، فانا ممكن انقل الماتيريال او الصور اللي انا عايزها عشان يعمل الريندر لقلب الفولدرات ديت، او ان انا اضيف الفولدر بتاعي للفولدرات ديت. طيب هقول له هنا اوبشن، وهاجي هنا في الريندر، فلاقي في اديشنال ريندر ابيرنس باسز اللي هو المسار اللي بقى فيه الصور. فانت ممكن تيجي هنا واقول له ان انا عندي فولدر مثلا هنا في دي، مثلا هعمل فولدر واسميه مثلا ايمج، تمام. كده هو لما هيجي يعمل الريندر، لما بيلاقي صورة باسم معين بيبدأ يدور عليها هنا عشان يعمل لها الريندر اهوت. وبعد كده هاجي على هنا ابدأ اشوف الصور اللي انا عايز اضيفها، وليكن مثلا الصورة ديت، ايه تاني، الصورة دي مثلا، والصورة ديت، تمام. ابدأ اخدهم كده وابدأ اشوف الفولدر اللي هو ايمج واحطه هنا. تضطر بقى تقفل بس الريفت وتفتح تاني، يتعرف الصور في قلب البرنامج، بحيث ان هو لما يجي يعمل ريندر يستخدم الصور اللي موجودة هنا.